السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي الإخباري اللي غادي نطرقوا فيه كالعادة آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي. وكنتمنوا منكم دعمونا بوضع زر لايك على الفيديو والتعليق وأيضا الاشتراك في القناة، وشكرا لكم. وغادي نبداو الأخبار ديالنا بالخبر اللي كان منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحارس الزنيتي. نقلت العديد من الصفحات الإلكترونية خبر بأن الزنيتي عنده حاليا 4 ديال الصفرات. وبعد ما بحثنا على المصدر وبحثنا على الخبر الصحيح، فكنأكدوا لكم أن الخبر كاذب، وأن المقابلة ديال اتحاد تورقة اللي كانوا قالوا باللي الزنيتي خدا فيها صفرة ما خداش فيها صفرة. لحد الآن الزنيتي عنده 3 صفرات، هو حاضر في المباريات القادمة. كنتمنى ما ياخدش صفرة، لأنه لخدا صفرة فخاصك أنك تلقى مشكل في حراسة المرمى. هذا هو الواقع اللي كاين، لأنه فريق الرجاء البيضاوي ما وقعوش مع حارس مرمى. كاين حارس الزبير، لكن تقدر تغامر وتعطيه فرصة ويفاجئك ويبين على المؤهلات ديالو. هذا حاجة باينة. أنا كنتمنى مع الطرح هذا أنهم يعطيو لحارس الزبير فرصة. لا ما عطاوش فرصة، فأن كان خصك تعاقد مع حارس في المستوى ديال الزنيتي ويكون كاع أحسن من الزنيتي، لأن الزنيتي في الآونة الأخيرة أصبح عنده أخطاء فادحة جدا، ولا كيدير أخطاء فادحة. شفنا مباراة ديال تطوان اللي وما كانش أرجو كان غير تحسب هدف. هذا هو الواقع. على العموم الزنيتي حاضر في المباراة القادمة للرجاء البيضاوي، في المباريات القادمة خصو غير ياخد الصفرة بحكم أنه هو عميد الفريق. فبعض الأحيان خصو يتدخل باش يوضح الرؤية ديالو للحكم، لكن بعض الحكام كيعتبروها احتجاج غير مبرر، فإذا بك ياخذ صفرة. الصفرات كاملين خداهم بهذه الطريقة. هذا هو الواقع. على العموم كذبنا الخبر وقلنا بأن زنيتي عنده فقط 3 صفرات حاليا وهو حاضر مع فريق رجاء البيضاوي. أما بخصوص اللاعب هيرفي، فالعصبة الاحترافية استدعت الفتح الرباطي وايضا استدعت اللاعب هيرفي على انفراد، وايضا استدعت فريق الرجاء البيضاوي. الفتح الرباطي اكد بان ما عندوش مشكل مع فريق الرجاء البيضاوي، انه مستعد يخلي اللاعب انه يلعب فريق الرجاء البيضاوي، وعنده مشكل مع اللاعب هيرفي. اللاعب هيرفي والمحاميه ديالو اعتبروا ان القرار ديال المنع ديالو بعد مصدر الفيفا الحكم ديالها بصالح اللاعب هيرفي هو قرار يعني غير مفهوم. ونظرات الفيفا، نظرات المحاميه ديال اللاعب هيرفي العصبه الاحترافيه انها غتلجا للفيفا الا ما عطاوش ورقه الخروج وايضا رخصه باش يلعب مع فريق الرجاء البيضاوي. هنا تدخل فريق الرجاء البيضاوي واعتبر ان العقد ديالو سليم مع اللاعب، وانه ما كاينش مبرر انه يتحرم اللاعب ووقع عليه. العصبه الاحترافيه اعطات يعني الراي ديالها بانه غادي يدوز المداوله، وانهم غادي يعطيو الراي ديالهم بخصوص هذه القضيه هذه. على العموم كل المؤشرات كتدل ان اللاعب غادي يكون حاضر في المباريات القادمه لفريق الرجاء البيضاوي بعد ما قامت المحاميه بالضغط، قام يعني اللاعب ايضا بالضغط، قام فريق الرجاء البيضاوي بالضغط، قام الجماهير ديال الرجاء البيضاوي بالضغط على العصبه. فالعصبه هنا تحرجات وما كرهاتش انها تبقى يعني محايده وتخلي محكمه الطاس هي اللي تدخل في هذا الملف هذا، الا ان بعد الضغط يعني المعقول صراحه الضغط يعني ما يمكنش انك توقع مع لاعب ان الفيفا عطاته رخصه انه يلعب وحكمات في الصالح ديالو وتجي انت وتمنعه في البطوله الاحترافيه. هذا قرار غير مبرر نهائيا، غير مبرر. فعلى العموم كل المؤشرات كتدل بان اللاعب هيرفي سيكون حاضر في المباريات القادمه
أظن العصبة غادي تنطق في الحكم ديالها في هذا الأسبوع هذا على ما أظن. أما بخصوص اللاعب رياض بن عياد، فصرح المعد البدني عمر والنيس المعد التونسي وهذا المعد البدني فريق الرجاء البيضاوي أن اللاعب رياض بن عياد كان واقع عليه يعني قطع على مستوى الرباط الصليبي في الفترة اللي كان فيها مع الترجي التونسي، وأنه الفترة اللي رجع فيها أنه كان كيتدرب بشكل عادي لكن مازال كتنقصوا اللياقة البدنية، ومين جا الرجاء البيضاوي وقع معاهم عقد إعارة اللي هو بين قوسين قابل لشراء العقد، فلقاو بأن اللاعب مازال ناقص في اللياقة البدنية، داكشي علاش ما اعتمدش عليه المدرب إلا في المباراة الأخيرة مع المغرب مع أولمبيك آسيو. على العموم صرح أنه قال عمر والنيس أن اللاعب مازال خاسر الخدمة على المستوى البدني لأنه مازال ما اكتملش اللياقة البدنية ديالو 100%. على العموم كما شاهدوا جميع المتابعين وأيضا مشجعي فريق رجاء البيضاوي أن اللمسة ديال اللاعب عمر أن اللمسة ديال رياض بن عياد ظهرات مع فريق الرجاء البيضاوي، خاصة أنه سجل لفريق الرجاء البيضاوي في أول لمسة ليه، والطريقة باش سجل بين على أنه مهاجم من الطراز الرفيع. أظن أن رياض بن عياد ما غاديش نحكموا ليه في هذه المباراة، ولكن غنحكموا عليه في ثلاثة المباريات أو أربعة المباريات اللي دخل اللي غيدخل فيهم رسمي، لأن ما كانت موهوب الآن ممكن في خبر كان إلا إذا قدر يغير النهج ديال زيمباور ويلعب بجوج ديال رأس حربة. هذا هو اللي كاين يعني حتى هذه ممكن انهم يلعبوا جنب الى جنب. على العموم ربح كبير لفريق الرجاء البيضاوي رياض بن عياد، وايضا لاعب موهوب لاعب موهوب العيب ديالو انه ما كيعرفش يتعامل مع انصاف الفرص، وانه كيصعب عليه الكره فاش كيكون حدا المرمى، هذا هو العيب ديال الموهوب. العكس ديال رياض بن عياد لاعب ذكي، لاعب قرا الكره قبل ما توصلوا رجليه عرف غادي يحطها، فاجأ بها المدافعين وفاجأ بها ايضا الحارس ديال المرمى ديال اولمبيك اسفي اللي كان في المستوى الكبير وكان كاسياس في مقابله ديال الرجاء البيضاوي. اما بخصوص الخبر ديال بودريقه فتناقلت عديد من الاخبار داخل المكتب المسير وايضا داخل المنخرطين وداخل كواليس فريق الرجاء البيضاوي ان اجتمع محمد بودريقه مع المنخرطين عبر تقنيه الفيديو، وأنه أيضا صرح أنه غادي يرجع للمغرب من وراء رمضان لأنه مازال ما اكتملش البروتوكول العلاجي ديالو في دولة إنجلترا، وأنه غادي يرجع للمغرب في مورا رمضان وغادي يقوم بالمهام ديالو عادي، وأنه ما عنده حتى شي متابعة لا قضائية ولا أي شيء، وأنه هو الرخصة عنده رخصة غياب هي أنه بالفعل العملية الجراحية اللي خدعها في انجلترا وخدع جوج عمليات على مستوى القلب، الان هو في فتره نقاهه وكنتمنوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله. على العموم هادشي اللي كاين في اخبار فريق رجاء البيضاوي، وكنتمنى منكم تدعمونا بزر لايك مع التعليق والاشتراك في القناه، وشكرا لكم.